ولا تظنوا أن العقوق لا يوجع الآباء أو أنه لا يؤلمهم، بل والله إنه يوجعهم ويؤلمهم، وإنهم لا يجدون من عظيم الألم والحرقة ما يجدون. لكن كثيرا من الآباء كرماء لا يظهرون ذلك أمام الآخرين. ثم أعلم حفظك الله أنه ليس منك تطوعا أو تبرعا أو حتى لا يقال فلان لوالديه، إنما من باب الشهرة والمجاملة وحب المدح وأنك ترضي الآخرين بأنك بار لأبيك وأمك، ليس هذا تفضلا منه، إنه حق أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك لأبيك وأمك. أصبح كثير من الآباء منزوع الصلاحية من أبنائه وبناته لكثرة عقوقهم وتمردهم وتسلطهم على أبيهم وأمهم، وهذا من الشقاء بمكان. وأختم بأبيات ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار، والطرطوشي في بر الوالدين، وهكذا العجلوني في كشف الخفا، وذكرها غيره مع اختلاف يسير. إنها أبيات تعبر عن حرقة وألم من أب لذعه العقوق. أيما عقوق حتى اعتصر قلبه، فقال تلك الأبيات التي تنبئ عن عظيم الوجع وعظيم الفجيعة والألم التي احترق بها قلبه من ابنه عياذا بالله تعالى. قال: غذوت كمولودا وعلت كيافعا، تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة طافتك بالسقم لم أبس لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رايه وفي رأيك التفنيد، لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا.